السلام عليكم، يعطيكم العافية وشكرا جزيلا للي تواصل معي وسألني. المادة الأولى اللي هو ربط الدومين مع أوفيس 365، في بعضهم سووها بنفس الطريقة وقالوا ظهرت لنا مشكلة، والمشكلة هذه حلها بسيط جدا بدون ما ترفع تيكت مع مايكروسوفت ولا تفتح تيكت مع البروفايدر اللي انت مشترك معه بالدومين. طريقتها سهلة. هذه الرسالة، انا اخر فيديو اخر ماده نزلتها كانت ربط الاس اي، او عفوا ربط السايت دوت كوم سيتس دوت كوم دوت اس اي للشركه، وصار في اشكاليه في الدي ان اس، ما راح يوصل دليفري للايميلات ولا راح يشوفوا بعض. وهذه المشكله اللي صايره، يصير انت ترسل من هنا لهنا تطلع هالرساله، والعكس كذلك، يوم ترسل من هنا الى هنا تطلع نفس الرسالة، ويقول لك البي بي تي ار ريكورد. طبعا كثير فيديو شفتها باليوتيوب ما كانت بصراحة واضحة، لكن الحل هو بسيط جدا. اول حاجة تسويها انك تسوي تشيك هيلث، ترجع للبورتال اوفيس، تدخل بصلاحية الادمن، طبعا لازم تروح على السيتنج، بعدين تروح على الدومين، وتروح للنطاق اللي انت عندك فيه مشكلة، وتسوي على النقاط هذه تشيك هيلث. اول ما تسوي تشيك هيلث يفترض يجيك كلها اوكي، لانه هم شايفين بعض. بس الايش يوز البسيطة اللي صايرة، في سيتنج بسيطة في البي تي ار اللي تخلي الدليفري للدي ان اس الاثنين بالريكورد يشوفوا بعض، لانه منطقيا انت يوم تسوي ريكورد حق الاوتلوك في بروفايدر عندك على السي بانل على السيرفر اللي انت مستاجره، انت كانك نقلت الاكتشينج من هناك الى الاوفيس، صار الاوفيس هي اللي تتدخل في هالامور. فعندي طالعه كلها اوكي مثل ما شايفين، كلها اوكي، اموري تمام التمام، والبروفايدر عندي نيم شيب. اجل وش المشكله؟ اعدادات بسيطه بالدي ان اس. روح للاستضافه في النيم شيب عندي، وادخل على الحساب وابحث عن النطاق اللي انا استضفته. اول شيء اروح على الهوستنج، الهوستنج اروح على السي بانل، ومن السي بانل اروح للنطاق اللي انا رابط معه مع مايكروسوفت، نقلت الاكتشينج هناك مباشرة، اتوجه الى ايديت زون او زون اديتور، بعدين اروح للنطاق واسوي مانج. ومثل ما شرحت في المادة الاولى انه النيم سي نيم فقط هذه، لانه احيانا في بعض البروفايدر بعد 24 ساعة من الربط يروح يضيف لك سي نيمز ثانية ويضيف لك ام اكس ثانية. فانا يوم جيت هنا لقيت اكثر من ام اكس، وهذا خطأ، لازم يكون ام اكس واحدة حق الاوتلوك. تأكدنا الامور تمام، ممتاز، نرجع للسي بانل هنا ونروح نشيك على السيكوريتي على الراوتينج، الايميل راوتينج. هنا المشكلة في الايميل راوتينج، تختار الدومين اللي احنا ربطنا معه sits.com.sa، راح تلاقيها اوتوماتيكي، وهذا خطأ، ولا تخليها لوكال، خطأ، خليها ريموت ميل اكتشينج، لانك انت قاعد تستخدم الاكتشينج سيرفر حق اوفيس 365، فتختار ميل بعدين تسوي تشينج. طبعا التغيير هذا ياخذ من 3 ساعات الى 24 ساعة، فالافضل اول ما تسوي التغيير بعد 3 ساعات تسوي تيست، او بعد ساعة بالكثير تسوي تيست. هذه حل المشكلة، حلت معنا، صار عندنا يوصل الايميل بشكل مرة سموثلي. في شغلة اخيرة، ترجع هنا على السي بانل وتروح على سيكوريتي فلتر، اللي هو على حسب السي بانل تستخدمها انت، ما تستخدم اس بانل تستخدم سي بانل، فتلاقي سيكوريتي سبام، تدخل على بروتكشن، تختار النطاق اللي انت تحتاج ترسل تستقبل منه، عفوا تختار النطاق اللي انت عندك المشكلة فيه، تختار على مانج، راح ينقلك على صفحة اللي نسميها احنا الفاير وول، اللي هو سبام حق الاكتشينج. تروح على الاكسبت ليست وتضيف النطاق اللي انت ما يوصلك منه، تضيفه من ضمن الاكسب ليست،
بعد ما تضيفه تقفل الصفحة ترجع للسيبان العادي وتروح للسي للدومين الثانية تسوي مانج. طبعا بعض الأحيان ما تحتاج الإعدادات بس للتأكيد فقط، تضيف النطاق الثاني الإيميل اللي يجيك منها أو النطاق والدومين بشكل كامل عادي كلها واحد ما تفرق معك أصلا. باي ديفولت لو رجعت الخطوة الأولى ورجعنا لورا، لو دخلت على الراوتينج اصلا انت بطريقتك طريقه هذه الراوتينج هذه اللي سويتها انت في sets.com.sa وحطيت ريموت اكستشينج خلاص انت حليت مشكله ما تحتاج اصلا الاكسبت اللي هو الوايت ليست اللي تضيفه في الاكستشينج اللي في السيبان عفوا، بس مجرد توثيق انك تتاكد انه الايميلات اللي ما يكون فيها سبام بس لا اكثر. خلونا نجرب، هذه هي حل المشكله، خلونا نجرب قدامكم تجربه بسيطه، نضغط نيو ميل ونحط النطاق at sits.sa ونحط هنا test sits تمام، ونحط هنا مثلا test ونجرب نسوي send. وافترض تجينا نفس الرسالة هذه، فيوم ترسل send وتتأخر يمكن 40 ثانية وما جاتك الرسالة ورحت على send items ولقيتها طلعت، إلى الآن أمورك تمام. خلونا نفتح الآن الميل اللي على السي بانل، نروح هنا عشان بشكل سريع تدخل هنا على السي بانل وتروح على الميل أكاونت وتروح على الإيميل اللي أنت أرسلت له أصلا اللي هو أنا أرسلت لإيميل نفسه حسابي هذا هو، أروح على تشيك إيميل هتلاقي رسالة وصلتك وأمورها طبيعية. هذه هي الإشكالية اللي حصلت مع بعض الناس اللي شافوا القناة وطبقوا الفيديو وصار عندهم هالإشكالية، هو أصلا هي ريكورد أحيانا يأخذ فترة طويلة عشان يوصل. وصل سايتس ميتينج روم. عشان أأكد إن الريكورد بين الدي إن إس صار يشوفوا بعض بسوي رد وبكتب دن عشان تكون الكلمة متغيرة عندي. اوكي دن عفوا نسوي دن نخليها بولد عشان نعرف انها جت من نفس الايميل، على نفس الايميل نسوي الان سند ارسال، تم الارسال بنجاح. الان شوفوا الان عندنا على الاكستشينج سيرفر حق الاوتلوك وصلت مباشرة خلاص، صار دي ان اس ريكورد عفوا دي ان اس ريكورد الام اكس يشوفون بعض، هذه وصلت الرسالة. طبعا هذا هو الشرح، صح طولت بس حبيت ادخل في تفاصيل شوي عشان تكون صورة واضحة لكم، ما تكون ان جنرال تكون مور ديتيلز. يعطيكم العافية وشكرا مرة ثانية للناس اللي ارسلوا لي بالقناة وقالوا عندنا ملاحظات ظهرت، هذا الحل البسيط، شكرا لكم.